مجاهدين، وأنا أقول لهم إن شباب 14 فبراير هؤلاء في حماية المقاومة، ولا يمكن لأي قوة أن تخرجهم من أرض العراق، والعراق وطنهم الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، صدق الله العلي العظيم. لا بد أن نحول ملتقانا هذا إلى إرادة فاعلة وقوة حقيقية لرفع الظلم الذي وقع ويقع على الشعبين المسلمين الثائرين البحرين واليمن، ولسنا بقادرين على أن نفعل ذلك إلا بتوحيد كلمتنا وزيادة رسوخ موقفنا، وأن لا نبادل الظالم إلا بقوة، وأن لا نتوسم من الغادر خيرا، بل علينا أن نردعه ونزجره ليعود الحق منتصرا. باسمكم أيها الحفل الكريم، أطالب قوات ما يسمى بدرع الجزيرة أن تنسحب من أرض البحرين، والقوات المرتزقة في اليمن أن تكف عن مهاجمة الشرفاء في صنعاء وصعد وباقي مدن اليمن الجريح، ولتخجل طائرات السعوديين من أن تمارس لعبة قتل الأطفال والنساء من جديد. إننا اليوم أمام أمر مهم وغريب، ولا بد من أن نقف عنده، وهو سعي حكومة البحرين في تجنيس مئات الآلاف من غير البحرينيين، والعمل على حصولهم الجنسية البحرينية، عملا متواصلا لمحاصرة أصحاب الأرض الحقيقيين وسكانها الأصلاء. إن احتواء القتلة من فدائي صدام وعناصر الأمن والمخابرات لنظام البعث المقبور إلى مئات الآلاف من المجنسين من الباكستانيين واليمنيين والسوريين ممن يحملون انتماء طائفيا معينا، هو جريمة إنسانية، بل هي جريمة حرب على شعب أعزل مسالم. أيها الأخوة، لا بد لنا الآن من أن نفتح جرحا قد يؤلمنا تطهيره، وهو مشكلة الوقوف والمساندة لشعبي اليمن والبحرين. وقد يطول الشرح، لكن ما يهمني هنا أن أعلن بقوة وثبات ووضوح إن الدعم المقدم لهذين الشعبين ضعيف جدا، وإنني أشعر بالخجل كلما رأيت ثورتين كبريين تشتعلان بأجساد المجاهدين دون أن يدعموا بمال يمدهم على الاستمرار والثبات في الثورة. وأنا أعلن هنا فتح باب التبرع للثورتين البحرينية واليمنية، على أن التبرع بالمال هو أيسر وأسهل بكثير من تقديم الدم والجسد، كما أن المال الذي نطالب به هو مال قليل، فيجتمع ليشكل ثروة كبيرة تنجينا من عذاب يوم القيامة. إن التبرع بألف دينار هو أقل من دولار واحد في كل شهر من مواطن واحد، هو أمر يستطيع أن يقوم به أي مواطن عراقي حتى وإن كان معدما وفقيرا، لكنه كبير جدا لميزان الحسنات، وكبير جدا بميزان القوى الثائرة على الأرض. فيا أيها أصحاب النخوة والمروءة،
للتبرع لهذين الشعبين لنعالج جرحاهم ومرضاهم وجوعهم.